العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو الحسن شارح الرسالة: وهنا انتهى الكلام على صفة الوضوء، ولما قدم فيها أنه يغسل ما حقه الغسل ثلاثا، وخشي أن يتوهم أن ذلك على جهة الوجوب، دفع ذلك التوهم بقوله، قال الشيخ: وليس عليه تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل. وليس عليه تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا، ليس بالأمر الواجب أن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ولكن هذا آخر ما ينتهي به الأمر ثلاثة، لكن هذا مقيد أيضا بقيد لا بد منه، وهو أن يوعب أعضاءه. بعض الناس لا يمكن أن يوعبوا أعضاءهم حتى بثلاث، نقول لهم إن شاء الله خلاص بعد وصلت ثلاثة انتهى الأمر، هذا لابد يزيد حتى أربعة ولا خمسة حتى يعم الماء جميع العضو. قضية ثلاثة يعني هذه يعني السنة أن يكون ثلاثة، لكن بشرط أن 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 يصل الماء والدلك وكذلك أن يصل إلى كامل العضو، فثلاثة هذه آخر حاجة، وما زاد على ذلك إذا أوعب العضو فهو من البدع. وليس عليه تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، لكن قلنا بشرط أن يوعب العضو، أي ولكنه التحديد بالثلاث أكثر ما يفعل، ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث، ومعنا ديما القيد إذا كان أوعب العضو. بل حكى ابن بشير الإجماع على منع الرابعة، هذا أمتى؟ إذا وصل لمية، وصلت لمية إلى العضو كامل وغسلت ثلاثة خلاص نقول مزيد، مش يقول والله على رأي المثل العام ما أكثر زيت أحلى زميطة، لا يعني ثلاثة هذه آخر حاجة خلاص مزيد، شو يقول؟ لأن هذه قضية الشريعة ما يزالش فيها اللي يعجبك أنت والله حسب ذوقك. نعم، ولذلك إذا حدد الشارع شيئا ما فجعله حدا لأمر ما يجب ألا نتعداه. بل حكى ابن بشير الإجماع، ابن بشير هذا من أئمة المالكية المعروفين، عند كتاب اسمه التنبيه على مبادئ التوجيه، قد طبع منه القسم الأول ثم بعد ذلك لم يخرج منه شيء، والرجل هذا معتني بالتعليل، تعليل الأحكام، ولذلك يصلح بمن يتتبع قضية مقاصد الشرع. نعم، ولم تعرف تاريخ وفاته، كان هو عاش في القرن السادس، منتصف القرن السادس كان موجودا.
حكى ابن بشير الإجماع على منع الرابعة. والأصل في هذا ما روي أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وفي رواية فقد عصى أبا القاسم. وخشي الشارح أن يفهم من قضية التحديد بثلاث في كل الأحوال، لذلك نبه بما ذكرته لكم قبل قليل، قال هذا مع تحقق العدد، يعني الثلاثة هذين موعبات، وصل الماء إلى العضو كله، هذا ما عادش يزيد الرابعة، مش والله ما أربعة أحسن من ثلاثة، لكن إذا كان ما وعبش العضو قلنا ما لهاش حدود المسألة، هذا مع تحقق العدد. وأما مع الشك هذه مسألة أخرى، يعني شك هل هي ثلاثة ولا أربعة، كل مع الإعاب، هذا دائما نبه على المسألة هذه، نعم شك هل أغسل أربعة وإلا ثلاثة، هل أغسل اثنين ولا ثلاثة. وأما مع الشك هل هي ثالثة أو ثانية يزيد الثالثة، وأما إذا كان شك الثالثة ولا رابعة خلاص ما يزيدش. نعم، فقيل يبني على الأقل كالشك في عدد الركعات، وقيل على الأكثر خوفا من الوقوع في المحظور لتحصيل فضيلة. الفرق الحق كبير بين قضية ما شك في الركعات وما شك في الغسلات. الشك في الغسلات يعني خوف من الوقوع في البدعة التي ذكرنا، نعم واحد يكتفي بالأقل، لكن قضية الركعات إذا كما يعني شك ثلاثة والله أربعة، احنا عناهم عن هذا مزال وقت، لكن لا بأس طالما جرت المناسبة إليه. الشك في الركعات هذه إما أن يكون مستنكحا أو غير مستنكح. مستنكح هذا اللي ديما الشك نعم لا يفارقه، ديما معاه شك. فبالنسبة للمستنكح هذا يبني على الأكثر، شك ثلاثة ولا أربعة إذا روح أصلى أربعة خلاص ما عادش يزيد. نعم، وأما الغير مستنكح وشك هل هي ثلاثة ولا أربعة ركعات يبني على أساس أنها ثلاث ثم يزيد الرابعة. نعم، فهذا الفرق بين المستنكح وغيره. فقيل يبني على الأقل الشك في عدد ركعات، وقيل على الأكثر خوف من الوقوع في المحظور لتحصيل فضيلة. ابن ناجي وهو الحق عندي، يعني يبني على الأكثر في الغسلات لئلا يقع في البدعة لتحصيل فضيلة، بدل ما يحصل فضيلة يقع في البدعة. وقيل على الأكثر خوف من الوقوع في المحظور لتحصيل فضيلة. قال ابن ناجي وهو الحق عندي، وبه أي بهذا القول وبه أدركت من لقيته يفتي. وفي الغالب ابن ناجي يقصد شيخه ابن عرفة، نعم، لكنه هنا لم يصرح به. قال الشيخ ومن كان يوعب بأقل من ذلك، يعني حتى بغسلة واحدة العضو كله يأتي عليه، ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه. ملاش والله وضوءك باطل ولا صلاتك ما تنفعش، أجزأه، لكن بشرط إذا أحكم ذلك. نعم، وصل الماء إلى العضو بدون شك ولا تردد، حتى أغسل مرة واحدة وضوء صحيح، نعم، وفاتته الفضيلة. أجزأه بأقل من ذلك، أجزأه إذا أحكم ذلك. قال الشيخ وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء، نعم يختلف الناس اختلافا كبيرا، ولذلك نجد بعض الناس حتى الإناء اللي استعملوه في الوضوء ما هوش كبير، مع ذلك يحكم وضوءه تمام، واحد تاني يبيه أضعاف مضاعفة حتى يحكم الأعضاء،
فليس الناس في قضية طريقة الغسل ولا في أخذ الماء سواء. نعم. قال ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزاءه إذا أحكم. أجزاءه فعل ذلك، إذا أحكم أي أتقن ذلك الفعل. وقد حدد الشيخ الأكثر ولم يحدد الأقل. الأقل معروف، إذا كانوا أكثر حاجة الغسلات معنى ذلك أن الأقل لدونها يما اثنين وإما واحدة. نعم. ولم يحدد الأقل، إذ الأقل يحتمل الواحدة والاثنين، والمفروض الواحدة والاثنتين على كل حال. ولما شرط في إجزاء الواحدة الإحكام نبه بقوله وليس كل الناس في إحكام ذلك، إحكام بكسر الهمزة أي إتقان ذلك الغسل، إتقان ذلك الغسل سواء، أي على أن من لم يحكم بالواحدة لا يجزئه، قلناها قديش مرة، ويتعين في حقه ما يحكم به. فإن كان لا يحكم إلا بالثلاث نوى بها الفرض. هذه أدوينا عليها كم مرة في الدرس هنا، قضية أحسن حاجة النية، أن الإنسان ينوي أن متى وصل الماء إلى كل العضو هذاك هو الفرض، ما يحددش معناها لولا هي الفرض، خوف من الأخرات يعتقد أنها سنة والعضو ما عماش المية في المرة الأولى، معنى ذلك أن جزء من الفريضة أنت اعتبرت سنة فهلكت الوضوء متاعك. ولذلك أحسن حاجة تنوي بقضية الإيعاب، استيعاب العضو كله هذه الفريضة، سواء كان أوعب بالأولى أو بالثانية أو بالثالثة. نعم. فإن كان لا يحكم إلا بالثلاث نوى بها الفرض، وإن كان لا يحكم إلا باثنين نوى بهما الفرض، وبالثالثة وبها الفضيلة. ومن كان يحكم بواحدة نوى بالثانية سنة وبالثالثة فضيلة، على من يفرق بين السنة والفضيلة. قال الشارح ولما بين صفة الوضوء المشتملة، ولما بين صفة الوضوء المشتملة على فرائض وسنن وفضائل شرع يحث على الإتيان بها على هذه الصفة لا يخل بشيء منها. فقال، يعني الآن يتحدث عن أن المتوضي طالما هو يعني يريد الأجر، والأجر حقيقة الأمر يعني مسألة مهمة عند المسلم ما هي الزايدة، ولذلك الأصل في المسلم أن يبحث عن الأجر أينما وجد مش يفرط فيه. يعني وهذه كثير من يعني من فرط في الأجور، احنا بكثرة جدا تلقى حجرة في 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 طريق المسلمين، نعم احيانا ما تمسهاش انت تحولهاش عندك ما خاصر شيء، احنا نحكم مش درس سيارتك وتحولها، هذه قصة اخرى، لكن نحكم حتى انت على رجليك ففاتك اجر كبير جدا. يعني ازالة الاذى من المسلمين مثلا ليس سهلة، خلينا من اللي يعمل العكس، هذا ما نحكوش مع عليه، هذا القصة الثانية اللي يبدأ في شاد الطريق، نعم، ولو حدك البك متاع الدخان الفارغ، وإلا بك حليب، وإلا علبة المشروب اللي كان يشرب فيها دي بكثرة جدا، وهذا كان سبسي أيضا دخان، يقول له كده يخصر في الليل تشرب، هذيك داير شرارة متصلة أمتار متعددة، ويظن أنه أن لا بأس عليه يعني ما ارتكب شيئا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا إيذاء للمؤمنين، نعم، وصاحبه يمشي عليه مر عليه مرور الكرام، ما يفطن لها المسألة هذه. فمسألة الحصول على الأجر مكدس الأجر بكثرة بحاجة بسيطة، أحيانا حاجة صغيرة، أحيانا ما تأخذ منك شيء تحصل ما شاء الله من جبال من الأجر، وبمسألة حتى سهلة أيضا وسريعة تحصل ما شاء الله من الإثم كذلك. نعم. يريد أن ينهي الشيخ بهذه المسألة، يعني
تكملة لما ذكر من إتقان الوضوء بفرائضه وسننه ومستحباته، أراد أن ينهي بهذه المسألة فقال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وورد في رواية أنه يقول هذا 3 مرات. وهذا الحديث بعضه أخرجه مسلم في صحيحه، وبعضه أخرجه الترمذي في سننه، وبقيته أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقد جمع الشيخ بن أبي زيد بين هذه الروايات. قال الشيخ: وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الشارح: وقد استحب بعض العلماء، وهو ابن حبيب، وهذه مرت بنا من قبل أن في الغالب ابن أبي زيد لما يقول بعض العلماء يعني ابن حبيب، وأحيانا يعني معه غيره، وأحيانا وحده، فهنا يعني ابن حبيب وحده. وابن حبيب كما ذكرنا عند كتاب الواضحة، وكان هو معتمد جماعة الأندلس فترة طويلة، نعم، إلا أن الكتاب ضاع، ما بقي منه إلا ما نقله إلينا من جاء بعده من العلماء. وقد بعض الباحثين في المغرب جمعوا يعني ما ذكره العلماء الذين جاءوا بعد ابن حبيب، فكونوا يعني شبه كتاب، نعم، من 3 مجلدات، لكن الكتاب أكبر من ذلك هو. أما كالواضحة نفسها ككتاب لم يبق منها إلا شيء طفيف، نعم، حقق، وبعضه حققه المستشرقون. والمستشرقون، نعم، يعني كلمة واحد يتوقف عندها، يعني باذلين مجهود أكثر مما نبذل إحنا الآن. لا يعنينا ابن حبيب ولا كتاب الواضحة ولا غيره. وبعض منا يعتبر هذا إيه، من تضييع الوقت، هو ابن حبيب هذا أحكي له، متوفى في القرن الثالث 238، لأن به لزومته الناس تصنع في الصواريخ وفي ال وفي ال في في ويصل القمر وانت تدوي لي على ابن حبيب. وقال بين قوسين، هذه معلش، مرة كنا في ندوة في مكة، هذه مدة، في جامعة أم القرى، وكان اللي يلقي في الورقة قال له عايد القرني، شيخ عايد القرني، فقال واحد، قال لي هو مغرم بالأدب شيخ عايد القرني، ولا شاعر لأنه هو، ومعتني بقضية المتنبي أيضا اعتناء كبيرا، قال عندي خط أحمر أنا المتنبي، نقبل حد يعيب فيه، لا. المهم قال واحد قال لي أنت تو شنو اللي تتبع فيه هذا؟ الناس تصنع في الصواريخ وتصنع في كذا، وانت قاعد تدوي لي على المتنبي واشعاره والا النقد متاعه الله غير. قلت له: هو انت اللي درت هذه لهدي تتكلم انت، وكانك تو اللي يتكلم هذا من صناع الصواريخ. على الاقل وجهه نظره مقبوله، لكن انت لا تعرف المتنبي ولا تعرف الصاروخ. اثنين لا. فكان الاجدر وكان
لا تتكلم. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء، بإثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما، أثر إثر وأثر صصو. اللهم اجعلني من التوابين، أي الذين كلما أذنبوا، تواب صيغة مبالغة، كلما أذنبوا إيه تابوا. واجعلني من المتطهرين، أي من الذنوب. ظاهر كلامه أن ما نقله عن بعض العلماء ليس من الحديث، لأنه ذكر الحديث وانتهي من الكلام عليه، وبعد ذلك قال وقد استحب بعض العلماء أن يقول كذا. لما تنظر المسألة هذه في ظاهرها يدل على أن الكلام تاع ابن حبيب أو الذي نقله عن ابن حبيب ليس له اتصال بالحديث، نعم، مع أنه قال لا تابع الحديث هو. قال وقد ذكره الترمذي في الحديث، وقد نقلنا لفظه وتعدد طرق الحديث في الكبير، أي في شرحه الكبير على الرسالة. وأخذ من الحديث جواز رفع الطرف، أنا أحكي عليه اللفظة هذه، الفرق بين الطرف والطرف، بطرف من الحديث هي جزء أو بعض أو كذا، والطرف هو لا نعم النظر. جواز رفع الطرف إلى السماء في غير الصلاة، يعني الكراهة التي وردت خاصة بالصلاة، نعم، أما خارج الصلاة لا بأس أن يرفع الطرف عفوا إلى السماء. وهو المشهور لأن لكل شيء قبلة، وقبلة الدعاء السماء. وأما في الصلاة فلا يجوز. كم لا يجوز؟ ليس المقصود بها التحريم بل الكراهة، هذا معتمد في المذهب. واعلم أن الشيخ لم يذكر في صفة الوضوء، وهذه مسألة مهمة، واعلم أن الشيخ لم يذكر في صفة الوضوء النية. تحدث عن الوضوء بفرائضه و سننه ومستحباته ولم يذكر النية. ولم يذكر في صفة الوضوء، لم يذكر في صفة الوضوء النية، وهي فرض اتفاقا عند ابن رشد، وعلى الأصح عند ابن الحاج. اتفاقا عند ابن رشد وعلى الأصح عند ابن الحاج. ابن رشد يرى أن النية يعني فرض من فرائض الوضوء باتفاق العلماء، والاتفاق العلماء يقصد داخل المذهب. وعند ابن الحاجب النية أيضا فرض، ولكن ليست محل اتفاق، ولكنه الصحيح من أقوال أهل المذهب، ولذلك عبر بهذا التعبير، قال اتفاقا عند ابن رشد وإيه وعلى الأصح عند ابن الحاجب. وقد اختلف الشيوخ، يعني مع اتفاقهم الشراح يقصد، مع اتفاقهم أن ابن أبي زيد لم يصرح بذكر النية في فرائض الوضوء، لكن فهم منه ذلك. وقد اختلف فهم الأشياخ في هذه المسألة، فقال وقد اختلف الشيوخ هل تؤخذ النية من كلامه أم لا. فقال بعضهم لم يتكلم على نية الوضوء في الرسالة أصلا، ما ذكرهاش. وقال بعضهم تؤخذ من قوله، قال الشيخ بعد أن انتهى من كلام على الوضوء واحد أنهى جملته بقوله ويجب عليه، أي المتوضي،
ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتساباً لله تعالى. قالوا هذه كانت يجب عليه أن يعمل عمل الوضوء، يعني جميع أفعال الوضوء يفعلها إيه؟ يعملها احتساباً لله سبحانه وتعالى، يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. يفعل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى طلب منه ذلك، وهذه هي النية، هي الإخلاص، هي توجه القلب لشيء ما خالصا. فإذا أشرك في شيء آخر اختلت النية، الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا. نعم. إذن بعض العلماء قالوا يؤخذ كلمة أن الشيخ نفسه يعتبر النية فرضا من فرائض الوضوء، يؤخذ ذلك من قوله هذا، ويجب عليه المتوضئ أن يعمل عمل الوضوء خيرا احتسابا خالصا، أي لله تعالى، لا لرياء ولا لسمعة، وطمعا في ثواب مدخر عند الله تعالى. نعم، هذه خاصة في الإخلاص، ما فيهاش مشكلة، مش حتى الطمع في 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 ثواب مدخر يعني ممنوع، لا العكس، يعني ويدعونا خوفا وطمعا. نعم، وطمعا في ثواب مدخر عند الله تعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الوضوء تعلمونها، وأكثركم يعلمها، بيّن فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن المتوضي هذا لما يغسل أحد أعضائه وينتهي من غسل العضو، الآثام والذنوب التي ارتكبها بهذا العضو تخرج مع آخر قطر الماء، آخر شيء من وجهه والله من يديه. نعم، يعني ينتهي عندما ينتهي من عضو ما يخرج، يعني تصورنا الحديث أن الأعضاء، غسل الأعضاء في الوضوء يعني يمحو الله بها السيئات بسرعة، حتى إذا انتهى من آخر عضو فيه خرج خاليا من الذنوب. إلا هل اختلف الناس هل تشمل الكبائر أم لا، هل تشمل الكبائر أو لا، يعني على قولين، أما الصغائر فقطعا تشملها جميعا، وأما من قال إن الكبائر تدخل أيضا في قضية غفرانها بآخر شيء في الوضوء، فاتفقوا على أن حقوق العباد لا تدخل، قضية حقوق العباد، احنا الآن حقوق العباد عندنا زي السلام عليكم، واحد تأخذ من سيارته، واحد تحول من حوشهم، واحد تدعس على سيارته تكسر قزازها، والله تحول عجلتها، والله دير لعن عادي، هذه فيها شيء تولع. خلينا من قضية الذنب الأكبر الآن، يعني في ليبيا أصبح معاش لي، نعم، قتل الأنفس هي قيمة النفس. نعم، يا عباد الله، مسألة النفس هي حتى بعد ما يثبت الشيء هذا، حتى عند القضاء والشهود والواحد، وقلنا احنا حتى الشهود نفسهم مع الثقة فيهم وتوفر الشروط الظاهرة في قضية الشهادات، ومع ذلك تعتبر القضية ليست سهلة، ربما يكذبوا، ولذلك الشهادة ما لم تكن لحد التواتر يعني لا تفيد إلا الظن، لكن الظن اعتبره الشارع، لأنك ماذا توقف الحقوق، تتوقف الأحكام كلها، كان قعدنا الرجل في اليقين، لكن المسألة ما لها يقشعر منها البدن قتلة إنسان، فما بالك لما ثابت عليه شيء أنت في دماغك عندك عليه حاجة مثلا، يا سبحان الله، والله يعني شخصيا يعني ما نش عارف كيف واحد بلاقي الله سبحانه وتعالى في هذا الوضع، تقتل الإنسان المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون أسباب عينها الشارع، وحتى لو عينها الشارع واتصف بها أنت ليس لك قتله،
لأن بعدها تصبح المسألة فوضى. اللي الملاك يضرب صاحبه ويقول والله هذا مش مزبوط، وإلا راه كفر، والله راه كذا، والله إلى آخره، لا ما تنفعش هذه الأمور. فمانيش عارف في قصتنا ماذا أصابنا، والله ماني فاهم. خالصا لما أمره به، أي لأجل ما أمره الله به من الإخلاص، بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص النية على أحد القولين. إذن من يرى ذلك يقول إن الشيخ تحدث عن النية في كلمته هذا، في كلمته هذه. والفريق الثاني قال ما ذكرش النية، اتركها. نعم، ولماذا تركها؟ على القول بأنه تركها بالفعل، وأن لفظه هنا لا يشملها. كيف يترك النية؟ لو قلنا ترك النية تركها لأنها معلومة، هذه مسألة ما فيها الشك، ولا يعني بلاش نية ما في شيء يمشي، إنما الأعمال نعم بالنيات، وفي رواية بالنية، يعني ما تصوروش يعني عمل من الأعمال هذه عبادة تكون بغير النية. لكن قلنا احنا ابن الحاجب يرى أن الأصح أن النية فرض. فهل هناك من العلماء من لا يرى فرضيتها؟ قلنا نعم، الإمام أبو حنيفة لا يرى فرضيتها، وكأنه يرى أن جلوس الإنسان وأن جلوس الإنسان وغسله بعض الأعضاء، بعض أعضاء معينة أمر الله بغسلها، يعني هذه مسألة لا تلتبس بغيرها. ومعلوم أن النية تجب في الأمور التي يخاف من التباسها، أما الأمور لما ما تلتبس قلنا ما يلزمش فيها النية، لأنها نعم. ولذلك زفر كان لا يرى النية في رمضان، لأن رمضان كان محتاج نية. رمضان معروف شهر محدد بدقة من الشارع ينقطع فيه المؤمن عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر إلى غروب الشمس، إذن هذه نفسها محددة تقوم مقام النية. في قضية الوضوء كذلك والغسل كذلك. وأما التيمم فاتفق الجميع مذاهب كلها على أن النية واجبة فيه، سيأتينا إن شاء الله. قال والإخلاص النية على أحد القولين، فإن النية الصحيحة لا تكون إلا مع الإخلاص. ثم بدأ الشارح نفسه يشرح معنى النية، ما هي النية؟ قال والنية قصد المكلف الشيء المأمور به، أن يوجه القلب متاعه، يعني كأن عند آلة والله كذا يصوبها ناحية شيء معين، هذه النية، هي تصويب بالفعل. نعم، قال فمحلها القلب. ولذلك احنا عند المالكية التلفظ بها بدعة، بعض الناس لما يصبوا في الصف اللهم إني نويت أن أصلي صلاة المغرب فرضا وأداء وفي المزيد باكي يزيد معه حتى تلت ركعات، وكان زاد فصل راني بنقرأ فيه الفاتحة وصورة وإلى آخره. نعم، هذه ما نعم مع النشر المالكية قلنا. فمحلها القلب والتلفظ بها بدعة كما ذكرنا. والذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي بقلبه من غير نطق باللسان. قيل هو الأفضل على المعروف من المذهب، قلنا نعم
هذا هو الأفضل. إذ اللسان ليس محلا للنية، وأنواعها النية، ويتحدث عن الوضوء بطبيعة الحال، وأنواعها ثلاثة. يعني كأن واحد سأله يقول له شو بينوي، ايش اللي بينويه في قلبه؟ إما أن ينوي رفع الحدث، خلاص كافي يصلي به هذاك الوضوء، رفع الحدث أي يرفع المنع المترتب أو اللي كان مانع من الصلاة بيرفع، هي حاجة معنوية بطبيعة الحال، أو ينوي أداء الوضوء، الوضوء الشرعي خلاص حتى يكفي، الذي هو فرض عليه، أو ينوي استباحة الصلاة، أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه. هذه واحدة من الحاجات الثلاثة كافية، وإذا دارهم استحضرهم في قلبه كلهم ما فيش إشكال، من باب أولى، إما رفع الحدث أو أداء الوضوء الشرعي أو استباحة ما منعه الحدث، وأصوات الثلاثة كلهم كافية. الفرق واضح بين لولا، اللي هي لولا سماها منع، نعم رفع الحدث، عفوا رفع الحدث، الحدث حاجة معنوية رفعتها بهذا الوضوء، ارتفعت عنك كأنها كانت نازلة متلبسة بك، الآن غادر، رفع الحدث. حكاية نية الوضوء قضية واضحة، عم تنوي ما الوضوء الذي أمرك الله به، واستباحة ما منعه الحدث، ما كان يمنعه الحدث، يعني الحاجات اللي كنت ممنوع منها، كنت ممنوع من الصلاة، كنت ممنوع من مس المصحف، كنت يعني هذا بالنسبة لقضية الحدث الأصغر، الحدث الأكبر هذاك مانع أشياء كثيرة جدا، الدخول في المسجد على قول ومس المصحف من باب أولى، وقضية الصلاة من باب أولى، فمنع وقراءة القرآن كذلك، إلا ما يعني ما الآيات التي يتحصن بها، هذه ما فيها شيء قلنا. فكثير من العلماء عندهم قراءة الإخلاص والمعوذتين وما في حكمها، لا يعني تقرأ حتى وأنت متلبس بالحدث الأكبر، أما بقية القرآن فممنوع. توجينا المسألة فيها تفاصيل أيضا أخرى، وأجازوا قراءة القرآن للحائض، قالوا العلة ألا تنسى ما حفظته. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الأقفهصي معاود ديما من شراح الرسالة قال: من أراد الكمال، هذا كله في حديث عن النية الآن قاعد، من أراد الكمال فلينوي الجميع، ينوي رفع الحدث، وينوي الوضوء الشرعي، وينوي استباحة ما كان ممنوعا منه، ثلاث حاجات مع بعض جماحا، وهي قضية يمر على قلبه الكلام هذا لا أكثر ولا أقل، نعم. فإذا نوى واحدة فقط فهي كافية، لكن قال من أراد الكمال فلينوي الجميع. ومن شرطها، والآن خش في قضية النية، ومن شرطها أن تكون مقارنة لأول واجب منه، وهو غسل الوجه،
أصل فيها المقارنة تكون مع بعضهم، لكن مقارنة ماذا؟ مقارنة الفرائض، مقارنة أول فرض، وأول فرض هو إيه؟ وغسل الوجه، هذا إذا لم ينكس، والتنكيس مكروه. فإن بدأ بغسل رجليه وضوء صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، نعم، ولكنه ارتكب مكروها. فإن بدأ قلنا بالتنكيس فلينوي متى؟ عند غسل رجليه. فالمهم عند أول فرض، عند غسل أول فرض، إما الوجه وإما الرجلين وإما اليدين اللي هو اللي يبدأ به من الفرائض. فإن بدأ بالوجه فغسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار كلهم خلت من النية، لكن الوضوء صحيح. وإنما الأفضل أن تستحضر النية من بداية أول عضو، سواء كان فرضا أو سنة أو مستحبا، فاستحضر النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى ورفع الحدث أو أداء الوضوء نفسه الشرعي أو استباحة ما كنت ممنوعا منه عند غسل اليدين إلى الكوعين. لكن الناس اللي خشوا في تفاصيل طويلة عريضة يقولون يجب أن تستحضر النية أو تستمر باستحضار النية من غسل اليدين إلى الكوعين إلى أن تصل إلى أول فرض، خليها معاك، نعم استحضرها. بعد ما تغسل وجهك، بعد ما تستحضر النية في أول فرض، هل يجب أن تصاحبك في بقية غسل الأعضاء؟ لا، وهذه بركة كبيرة جدا. نعم، لو كان اشترط الشارع أن تصاحبك النية من أول عضو إلى آخره، خصوصا في زي حالات نحن سارحين دماء في الصلاة وفي الوضوء وفي غيرها، كم هذا كل وضونا ما يصلح. ولكن ولذلك يقول الفقهاء وعزوبها مغتفر، أي هروبها ومغادرتها مغتفر لا يؤثر. قال نعم، أن تكون من شرطها أن تكون مقارنة لأول واجب منه، أي من الوضوء، فهمنا هذه، وهو غسل الوجه. فإن تقدمت عنه بكثير لم تجز اتفاقا، يعني كان فاصل كبير بين نويت انت الوضوء ثم بعد ذلك غادراتك النية إلى أن غسلت أول عضو، ننظر هل هذا الزمن الذي غادرتك فيه النية هل هو طويل أو قصير؟ فإن كان طويلا هذه نيتك ما تنفعش، لم تجز اتفاقا. وفي تقدمها بيسير قولان مشهوران أشهرهما الإجزاء، أشهرهما الإجزاء، هذا أمتى؟ إذا تقدمت بقليل، نعم بزمن قصير، يعني لما طلعت أنت من حوشكم، إذا كنت أنت في جنب الجامع وناوي الوضوء ثم غادراتك النية إلى امتدأت ما فيهاش بأس، هذا قليل. لكن كان المنزل متاعك على بعد كبير ونويت من خروجك من مسجد الوضوء ثم بعد ذلك لم تحضرك النية بقية الوقت حتى استقط، فأنت في النصف مثلا ما ينفعش الوضوء متاعك. ولذلك اللي بياخذ الحيطة ديما استحضر الوضوء عندما يبتدئ بغسل اليدين إلى الكوعين. نعم، قال مع أن قال ينوي هو عند غسل أول فرض، لكنه قال أي شارح بل لقفهص نفسه، قال ويستحب أن ينوي عند غسل اليدين
نية الوضوء وتكون مستصحبة إلى غسل الوجه، هذه هو الكمال. نعم، اللي بياخذ الحيطة يبدأ، هذه دوين عليها، يبدأ النية متاعها من بداية غسل اليدين إلى الكوعين ويستمر بها مستحضرا لها إلى أن يصل إلى أول فرض، ما هو غسل الوجه ما لم ينكس. واتفقوا على أنه، هذه بمناسبة الاستصحاب النية حتى في الصلاة نفس القضية، حتى في الصلاة يعني النية يجب أن تكون حاضرة عند تكبيرة الإحرام، ولا بأس أن تغادر بعد ذلك، وهذه كلها من رحمة الله بنا. وإلا لو اشترط مصاحبة النية من أول الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم لبطلت صلاة أكثرنا. واتفقوا على أنه إذا نوى بعد غسل الوجه لا يجزئه، لأن بعض الفرائض اللي هي الوجه إذا نوي بعد ما غسل بعض الفرائض خير هذا ما تنفعش. نعم، النية، لأن بعض الفرائض عاريت عن النية ما تصلح. واتفقوا على أنه إذا نوى بعد غسل الوجه لا يجزئه، والأصل في النية أن تكون مستصحبة إلى آخره. فإن حصل له ذهول، وهذه تحدثنا عنها، فإن حصل له ذهول أي غفلة اغتفر، ما فيهاش باس. قل. قال الشيخ: ويرجو مع إخلاصه هذا، ويرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، أي بالوضوء، أي وإذا عمل الوضوء خالصا قاصدا به امتثال أمر الله، امتثال أمر الله به هو الذي أمرك بالوضوء، من وجوب النية يرجو أي يطمع مع ذلك، يعني هذه ما تؤثر في النية، حكاية الرجاء في أن يتوب الله عليك وأن يغفر ذنوبك ما فيهاش مشكل بك، بل هذه من صفات المسلم. يرجو أن يطمع مع ذلك تقبله، تقبل عبادته وثوابه وتطهيره من الذنوب به أي بالوضوء، لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم أو المؤمن، شك من الراوي، فغسل وجهه يخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث قد ذكرناه قبل قليل. ويشعر نفسه المتوضي، هذا أي متوضي المخلص لله سبحانه وتعالى والراجي أن يغفر الله له ذنوبه بهذا الوضوء كما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، خيرا في دير معاوية. ويشعر نفسه أن ذلك أي ما يفعله الآن تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه، أي ومع ذلك مع السابقات يشعر أي يعلم نفسه بينه وبين نفسه أن ذلك الوضوء تأهب أي استعداد وتنظف من الذنوب والأدران أي الأوساخ. وروي تأهبا وتنظفا، وهي الرواية المشهورة، يعني وردت في بعض النسخ في الرسالة بالرفع وبعدها بالنصب، وهي الرواية المشهورة. ووجهت توجيه النحوي بأنها خبر لكان المحذوفة، وكثيرا ما تحذف كان واسمها. والجملة خبر أن ذلك أن
والجملة خبر أن أو في موضع نصب على الحال. وكان قلنا موضع نصب على الحال يكون وين خبر أن الجملة القادمة، وهي لمناجاة ربه والوقوف بين يديه. يعني هالمسائل هي كلها هذه سريعة تمر على القلب، بأنك إنما تفعل ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، منتظرا ثواب الله سبحانه وتعالى وعفوه، ومستعدا لملاقاة ومناجاة والتكلم مع المولى عز وجل. وقد ورد في الحديث أن المصلي يناجي ربه، نعم، لمناجاة ربه والوقوف بين يديه. وإذا كنا احنا لما بنقابل حد من شخصيات، مدير مؤسسة والله أكبر من ذلك، والله وزير، والله وكيل، واحد يضرب 1000 حساب للهيئة متاعه وكذا، ويواسي وربما يستعين حتى بغيره يشوفوا له أموره وكذا، مع أن العبد هذا لا يستطيع أن يفعل لك شيئا، بعد ساعتين أو ثلاثة يقول لك تعالى كم تصلي عليه. ولذلك المستند إلى بني آدم هذا مستند إلى جروف هاري، عم تقول لي ظهرك هيك عليه شوي، يقول لك والله هذاك مات اللي عابي عليه أنت، هذه بكثرة جدا. وعدك بيقضي لك مصلحة يديرة تنشد عليه، يقول لك والله هذاك دفناه أمس. أنت تستند إلى الحي الذي لا يموت، هذا نعم، هذا أتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا اللي بيستند إلى شيء صحيح. نعم، فبتما إحنا نستعد لمقابلة نعم الرؤساء ومن دونهم إلى آخره، تمام الاستعدادات. فإذا أردنا أن نناجي الله سبحانه وتعالى ما نعتني بهذا الأمر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقبلنا يعني على هيئتنا. كان اشترطت أنك تشتري كسوة جديدة ولا تدير كذا، لكن يقبل فيك على هيئتك، المهم أن تستر عورتك وأن تتطهر. لمناجاة ربه والوقوف بين يديه، حاصل ما قال أن المكلف إذا أراد الوضوء، ألخصهن الشارح كل اللي فات، أن المكلف إذا أراد الوضوء فليفعله خالصا لله، لأنه اللي أمره به، خالصا لله تعالى لأنه أمره بذلك، ويكون مع إخلاصه طامعا في أن الله يتقبله منه ولا يقطع بذلك. طب الحال معروفة، لأن أنت ما تقدر تقطع على شيء الله، تقطع على حكم معين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ورد العقوبة الشديدة في من يتألى على الله، والله ما يدخلش فلان الجنة، والله ما يغفر لاش، والله غيره، يعني هذا متألي على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حر في ملكه. ولذلك ورد في الحديث أن هذا هو الذي سيدخل النار، الذي يتألى على الله سبحانه وتعالى ويقطع بأن فلانا سيغفر له، وفلانا سيدخل الجنة، وفلان سيدخل النار إلى آخره. نعم، هذا هو الذي ينال العقوبة من الله سبحانه وتعالى، طامعا في أن الله يتقبله منه ولا يقطع بذلك، وأن يثيبه عليه، وأن يطهره به من الذنوب، ويستحضر أن فعله للوضوء لأجل التأهب والتنظف، لأجل مناجاة ربه والوقوف بين يديه وقوفا معنويا. خايف من قضية التجسيم الشيخ الشارح، ولذلك نبه على أن هذا الوقوف وقوف معنوي. قال: لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، أي لأجل أداء فرائضه، هذه الوقفة وهذه المناجاة لأجل الفرائض والتي
فرضها الله عليه، ولأجل الخضوع، لأجل الخضوع أي التذلل له تعالى بالركوع والسجود. وإنما ذكرهما لأن بهما هذه الركوع والسجود لما يذكرها مع الخضوع، قال ذكرهما لأن بالركوع والسجود يقع التذلل. نعم، لما واحد يركع هو لا يركع الإنسان إلا لمن يعظمه، ونحن لا نعظم إلا المولى عز وجل، ولا نسجد إلا له. ولذلك لما اقترح بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجدوا له منعه من ذلك، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد، أو المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا ممنوع في الإسلام، لا زوجة لزوجها ولا واحد لحاكم ولا لرجل له معنى ولا غيره. نعم، مع الناشئ القضية. وإنما ذكرهما الركوع والسجود لأن بهما يقع التذلل، ولأن أقرب ما يكون العبد من ربه كما ورد في الحديث وهو ساجد. سبحان الله، مع أن السجود فيه ذلة وخضوع، لكن هذه رفعة. نعم، رفعة أمام الله سبحانه وتعالى، يحصل بها الإنسان على أجر عظيم. ولأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا أشعر نفسه ذلك ماذا يحدث له؟ تمكن من قلبه الإجلال والتعظيم. قال فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. قال الشارح فينتج له هذا اللي عمل كله، ماذا تكون نتيجته؟ أنه يعمل الوضوء على يقين بذلك الخضوع وتحفظ بذلك. قال إشارة لقفاصي، الإشارة عائدة على الخضوع، أي وتحفظ بذلك الخضوع، أي فيعمل على يقين أن عليه أن يخضع لله تعالى بالركوع والسجود. وقال ابن عمر يحتمل أن تعود الإشارة في ذلك على عمل الوضوء، ويحتمل أن تعود على قوله يرجو تقبله، وربما يعني ترجع على كل ذلك ولا مانع من ذلك. أي ويتحفظ فيه، أي في الوضوء عن النقص. وهذا اللي عبر عنه قبل قليل الشيخ صاحب الرسالة بالإحكام، أي الإتقان، ولدفع وسوسة النفس، فثبت بهذا وجوب النية في الوضوء. ثم قال الشيخ فإن تمام كل عمل، تمام أي صحة، فإن صحة كل عمل مما النية شرط فيه بحسن من نية، أي بموافقة السنة، ولا ينفع شيء لا يوافق السنة، أي بموافقة السنة فيه. ثم أنهى صاحب الرسالة الكلام على صفة الطهارة الصغرى، تحول يتكلم عن صفة الطهارة الكبرى وهي الغسل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل